حضرت طفلة مع والدتها إلى الطوارئ إحدى المستشفيات في مدينة جدة وهي تبكي بعد وقوعها، حيث طلب طبعا طبيب الفرز تحويلها للأشعة بعد فتح الملف، لكن الموظف رفض دخوله مطالبا بإحضار إثبات الطفلة. طبعا قدمت والدة الطفلة هالة هويتها، أيضا صورة من هوية الأب وصورة من شهادة الميلاد وجواز السفر، لكنه رفضها جميعا وأصر على إحضار كرت العائلة أو الخروج من المستشفى دون إسعاف. وأخبرتها والدتها أنهم في زيارة لمدينة جدة وأن إحضارها سيكلفها بكل تأكيد السفر. لمعرفة تفاصيل هذه القصة تنضم إلينا والدة الطفلة هالة من جدة. أم هالة مساء الخير، أهلا بك في الراصد. أهلا، مساء النور. نبغى تفاصيل هذه القصة من بداية طبعاً الحالة الصحية لابنتك، قبل كذا طمنينا عنها وحتى ذهابها للمستشفى، تفضلي. الحمد لله حالياً حالتها مستقرة. طبعاً وقعت بنتي فوديتها المستشفى الملك فهد. وش كانت حالتها لما وقعت بس بداية الأمهالة؟ والله ما أدري، أنا هي طاحت وكانت تبكي متألمة مرة، فوديتها المستشفى. أنا ما أعرف يعني هي إيش عندها بالضبط، بس باين من الألم إنه كسر لأنها تنفخت رجلها. فدخلنا قسم الطوارئ في جدة، الدكتور كشف عليها في قسم في الفرز وقال لي لازم تروحي تفتحي لها ملف عشان نعمل لها أشعة حتى نشخص حالتها يعني. لما جيت تفتح لها ملف، موظف الاستقبال رفض، مع إني قدمت له 6 أوراق رسمية صادرة من وزارة الداخلية. أول شيء ليش رفض وإيش هي الأوراق اللي قدمتيها؟ رفض انه يبغى كرت العائله الاصل. انا ما معايا كرت العائله الاصل، معايا صوره من كرت العائله، صوره من جواز السفر، صوره من شهاده ميلادها، صوره من هويه والدها، الاصل من هويتي الوطنيه والاصل من هويه والدتي كانت معايا متواجده. رفض، قال لي ابدا لو ايش ما تدخل. قلت له طيب انا ما عندي الاصل كرت العائله حاليا، انا موجوده في جده يعني وجايه زياره، جايه ضيفه عندكم وانا منفصله عن والدها، هذا اللي املك. وقدمت لها حتى شهادة ميلاد الطفلة؟ قدمت له شهادة ميلادها، صورة من شهادة الميلاد، صورة من جواز سفرها عشان يطابق، يشوف الأسماء ويطابقها. رفض، أصلاً ما هو راضي أصلاً يتكلم معايا. أترجى بنتي تبكي، يعني أنا متوترة عشان بنتي، ماني عارفة إيش فيها، بتبكي وأبغاهم يسعفوها. طب أقول له طب أسعفوها بس شوفوا حالتها، بس أعمل لها أشعة، يعني ما يصير. طب هي مواطنة في بلدها، يعني حسسنا كأنه إحنا مجرمين في بلدنا. هذا في قسم الطوارئ. أيوة، ويقول لي اطلعي، يعني أقول له طب إيش أسوي، يقول لي اطلعي خلاص روحي مالك حل، أروح مستشفى خلاص يقول لي روحي. قلت له طيب، اقترحت عليه قلت له طب إيش رأيك، طيب لأن أنا شايفة بنتي مرة تعبانة، يعني كيف أطلع بنتي أسعفوها، يعني أطلعها هي بدي الحالة بالله عليك، فين أوديها؟ أكلم الشرطة عشان تيجي تعرفنا؟ قال لو تجيبي مين ما تجيبي ما راح تدخلي، لازم من غير كرت العائلة. كرت العائلة الأصلي، لازم كرت العائلة الأصل. يعني ينتظر أنه والله يجي من الرياض كرت العائلة وأنك تسافرين على أساس تدخل الطفلة الطوارئ؟ يقول لي سافري، روحي سافري وجيبي. هذا مستشفى الليل. حكومي؟ هذا مستشفى الملك فهد. طيب ما حاولت، من أترجيت واسترحمت. نعم. والطفلة تبكي، يعني بنتي قاعدة تبكي، يعني باين أنه البنت متألمة، باين أنه في حاجة كبيرة. وبعدين يعني الكسر له مضاعفات، أنت عارف يعني. طبعا ابدا رفض مره. فبقول له يعني ايش المبرر، طب انت ليش بترفض؟ يقول لي والله انا خايف بكره كثير اولياء امور جو يشتكوا المستشفى انه كيف استقبلتوا اطفالنا، كيف يشتكوا المستشفى عشان استقبلوا هذا أطفالنا. مبرر؟ لا ابدا، ما هو مبرر. ما هو مبرر، انا ما اعطي وجهه نظري بس فعليا وواقعيا ومنطقيا ما هو مبرر. لكن الحديث ايش اللي صار، ما دخلوها نهائيا، طلعت الطفله من المستشفى؟ لا لا لا، زميله بعد ما قعدنا طبعا نترجاهم واسترحمناهم وشاف بنتي مره بتتالم وبتبكي، قال خلاص انا راح ادخلها مؤقتا وبس ما راح نفتح لها ملف. ام هاله ليش تسترجينا وتترجينا؟ هذا تاخذين الخدمه كلها، بلغتي الوزاره وقتها، طلبتي التواصل مع اداره المستشفى؟ كلمت، لا ما خلوني اتواصل معي احد، بس انا كلمت وزاره الصحه، اتصلت عليهم فقالوا لي قدمي خلاص احنا بنرفع لك شكوى. قلت لهم انا ما ابغاكم ترفعوا شكوى، انا ابغى بنتي تتعالج دحين، ابغاكم تسعفوها. يعني طبعا اخر شيء الموظف يعني دخلها. طيب ايش صار مع البلاغ مع وزاره الصحه؟ ما تواصلوا معي وزاره الصحه. انت رفعتي، اتصلتي على الرقم البلاغات المخصص؟ ايوه ايوه ايوه. وقدمتي شكوى؟ ايوه. وبعدها ما عاد تواصلوا معك؟ لا. طيب خليك معنا وخلي ينضم الينا الان متحدث وزاره الصحه بجده الاستاذ عبد الرحمن الصحفي. استاذ عبد الرحمن اهلا بك معنا في الراصد.
أهلا ومرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام، شاكر لك أخوي عبد الجلال هذه الاستضافة. الله يحييك. يعني هذه الحادثة ربما تكررت وطرحنا في طاولة الراصد الطفل اللي ذهب إلى المستشفى وصارت العاهة مستديمة لعدم قبوله بسبب الإجراءات. الآن تتحدث أم هالة عن تقديم كافة الوثائق، تعنت الموظف، عدم قبولها. احنا اليوم نتحدث عن حالة طوارئ وما هو المعمول به داخل المستشفيات، وأنه المفترض أنه يقبل أي شخص، يعني نتحدث عن سواء مواطن أو حتى مقيم داخل المملكة العربية السعودية داخل المستشفى، بعيدا عن البحث عن مثل هالأمور الإدارية. الحديث أيضا عن بلاغ قدمته أم هالة، أنا أبغى تفاصيل بالنسبة لكم وجهة نظر وزارة الصحة حول هذه الحادثة المبلغ عنها من قبل أم هالة، تفضل. جميل. طبعا أخي عبد الله، الصحة لا ترفض استقبال أي حالة طارئة وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لها بغض النظر عن وجود الوثائق الرسمية من عدمها، طبعا حيث يتم التعامل مع الحالة بشكل عاجل لضمان تقديم الخدمة الصحية للمستفيدين. طبعا بكل التفاصيل أنا أتكلم من واقع الملف الطبي، من واقع أوراق رسمية. الطفلة تم استقباله في طوارئ المستشفى بتاريخ 19 شوال في تمام الساعة 2:40 تماما فجرا. طبعا تعاني الطفلة من كدمة في القدم اليسرى، وتم الكشف عليها ولم يتم طبعا في البداية طلب فتح الملف الطبي، علما بأن حالتها لم تصنف من الحالات الطارئة. وبعد الاطمئنان على حالة الطفلة بأنها غير طارئة، تم تحويلها لعمل الأشعة وفتح الملف الطبي، وطلب موظف الاستقبال الهوية للحالة. طبعا لم يتواجد مع ذويها إلا صورة من كرت العائلة غير واضحة. طبعا تم فتح الملف الطبي على أن يحضروا الهوية الأصل، ولم يحضروها حتى الآن طبعا على حسب في الملف الطبي مكتوب، لأنه تم العمل الأشعة على الطفلة وإعطائها العلاج اللازم، كذلك تم إعطائها موعد لمتابعة حالتها، وفعلا تم حضور الطفلة للعيادات بتاريخ 29 شوال، وتم عمل أشعة جديدة أخرى للطفلة والاطمئنان على حالة وتقديم الخدمة الطبية اللازمة للطفلة. جيد، طيب خليني برجع بس في نقطة عشان نتضح منها. الآن الطفل الدكتور لما شيك أنه فقط مجرد كدمة، ليش قال تسوي أشعة في وقتها؟ كيف؟ أنت حدثت أنه مجرد كدمة بسيطة في البداية وأنه تم الكشف والتعامل مع الحالة. اطمئن على الحالة حتى لا يكون في شعر أو كسر، واطمئن على الحالة، أعطاها المستلزمات الطبية للقدم اليسرى وخرجت الحالة. يعني الحالة ما استمرت ساعتين تقريبا، من 2:40 الفجر إلى الساعة 4:30 تقريبا. هذه الحالة كاملة اللي اطلع عليها الأطباء والفنيين والأشعة. طبعا أنا كما أسلفت أن الصحة هي لا ترفض استقبال أي حالة طارئة لأي كائن من كان، أما في الحالات الغير عاجلة فإن موظف الاستقبال لديه تعليمات وأنظمة بشكل رسمي ومن جهات أمنية للتحقق من إثبات الهوية، وهذا يعني شيء رسمي ونظامي في الموضوع ده. طبعاً أنا استغربت من قراءة الخبر، طبعاً الخبر ما حد تواصل معنا مع إدارة الإعلام، في عدة تواصل مع وزارة الصحة، ما حد تواصل معنا في الموضوع هذا نهائي، وكتب الخبر من جهة واحدة ومن طرف واحد بدون الرجوع للطرف الآخر. طبعا أود أن أنوه أن وزارة الصحة خصصت رقم 937 لخدمة المراجعين والمستفيدين من الخدمات الصحية، ورصد بلاغاتهم واستفساراتهم، العمل على إنجازها في أسرع وقت ممكن وعلى مدار الساعة. طبعا كنت أتمنى من كاتبة المقالة التواصل مع الصحة في نشر الخبر الذي قد يسيء إلى صرح طبي، وأنت تعرف أن هناك كوادر طبية تعمل في خدمة المواطن والمقيم على مدار الساعة ولا تفرق بين شخص أو آخر، وخاصة في الحالات الطارئة أو العاجلة لا يطلب أي إثباتات إلا بعد الكشف الطبي وعمل الإجراءات اللازمة للحالة. طبعا نحن في صحة جدا نرحب بالنقد البناء المبني على مصادر رسمية وعدم نشر أخبار من جهة واحدة أو طرف واحد، وهذا دوركم طبعا أنه
تخرجون وتوضحون بكل تأكيد كافة المواقف خصوصا في ما يتعلق بهذه الأخبار، لأنه ذكرنا أنه في حالة تكررت وإحنا نأمل أنه لا تتكرر مثل هذه الحالات خصوصا فيما يتعلق بعدم استقبال حالات الطوارئ، لأنه في النهاية يجب أن تقدم الرعاية بشكل كامل. طيب خليك معنا، خليني أتجه إلى طبعا والدة الطفلة هالة. أم هالة، يعني استمعتي إلى حديث متحدث الصحة يتحدث إلى أنه الحالة كانت يعني تم استقبالها بشكل جيد في البداية والتعامل معها بحالة طوارئ، وبالتالي الطبيب تحدث أنه كدمة بسيطة وأنه إجراء الأشعة فقط للتطمن بشكل كبير ولا ليس مرتبط بحالة موصوفة بأنها حالة طوارئ، وبالتالي أنه الإجراءات اللي أخذت معكم كانت إجراءات لفتح الملف أو إجراءات تبعية بعد الإطمئنان على الحالة. تعليقك تفضلي. والله مع احترامي الشديد له أنا اللي كنت موجودة هناك، هو مجرد معلومات وصلته. طيب الكلام اللي بيقوله كله غير صحيح. طيب الدكتور ما قال لي عشتي. الدكتور ما قال لي كدمة، الدكتور قال لي احتمال كسر ولازم تنعمل لها أشعة حالا. وما ورفضوا استقبالي، أنا اللي كنت موجودة في المكان رفضوا استقبالي بتاتا، يعني إلين ما ترجيتهم ودخلت أخيرا الساعة 6 تقريبا دخلت، يعني عملوا لها الأشعة وحطوا لها جبس وقال لي الدكتور عندها كسرين. على أي أساس؟ هذا كمان كلام فاضي. أنا طبعا أشكر الدكاترة. هي عندها كسرين الطفلة؟ قال لي كسرين. هذا في الأشعة بعد الأشعة. أيوة الدكاترة صراحة جدا رائعين، الكادر الطبي جدا رائع، جدا متعاونين. يعني قعدوا يهدوا عليها يوم لما شافوها تبكي من شدة الألم. ما هي كدمة، أنا ما أدري إذا كان هو يقول الكلام هذا إنه هي كدمة معناته يعني هو بيكذب الدكاترة. الحين حالة ابنك إيش هي حالة بنتك؟ هم قالوا لي فيها كسرين. وإيش المرحلة العلاجية؟ حطوا لها جبس، حطوا لها الجبس. هذه اللي هي كدمة، جبس للكدمة. حاليا بنتك مجبسة؟ لا حاليا الحمد لله فكوا عنها. وقالوا لي الحمد لله يعني امورها طيبه. انا طبعا راجعت بالضبط، راجعت العيادات وعملوا لها اشعه وقالوا لي الحمد لله تمام امورها. وعندك تقارير من المستشفى انه اللي فيها كسرين؟ لا والله ما عندي تقارير، بس انه هذا اللي صار. انا انه حالتها مجبسه. ايوه. طيب لانه هو يتحدث عن كدمات وتم فتح الملف والموعد في 29 شوال. ما قالوا لي كدمة ابدا. التجبيس كان في يومها في بعد كان في ساعتها. أيوة بعد خروجها من الاشعه. ايوه بالضبط. وموعد 29 شوال اللي اعطوكم اياه الصحه عشان يشوفوا الحاله، يعني يشوفوا يعني حطيت متابعه يعني للحاله. كم جلس الجبس على رجلها؟ والله ما تقريبا 10 ايام. 10 ايام ها. طيب وايضا الحديث الجدال اللي حصل بينك وبين الاداره، اكيد انه في كاميرات المفترض انها موجوده طبعاً في المستشفى. في كاميرات في بكل تاكيد، لانه احنا نتكلم عن خدمه صحيه تقدم المفترض انها مرفقه بالعنايه. والله العظيم انا قعدت اترجى واسترحم واقول له هذه الهويه الوطنيه تبعي. رفض صوره كرت العائله، رفض الين ما تدخل زميله جزاه الله خير وقال لي خلاص هاتي مؤقتا صوره كرت العائله. سحبها حتى من الجوال، سحبها من عندي. وكانت موجودة الصور الأصلية من هويتك؟ معايا الأصل. الهوية. الأصل من هويتك. اللي موجود من الأصل هويتك وهوية والدتك. أصل هويتي وهوية والدتي وصورة من كرت العائلة تبع بنتي، لأنه أنا منفصلة طبعاً. طيب أم هالة أوجه هذا الحديث. حتى قلت له تبغاني أسافر، يعني أروح أنا ماني من جدة طبعاً، قلت له تبغاني أسافر أروح أجيب جوازة، قال لي سافري. يعني صراحة بكل استهتار. طيب. أنا كنت موجودة يعني في المكان، يعني مو مجرد معلومات وصلتني. أستاذ عبد الرحمن، يعني هذه والد الطفلة تتحدث أن الموضوع لا يتعلق بكدمة كما تحدثت في وجهة نظر الصحة، إنما الموضوع تعلق بكسر وأيضا تجبيس في القدم وخرجت بنفس اللحظة. يعني وكان الطبيب يتحدث معها مش الموضوع أنه كدمة، الموضوع أنه هناك كسر واشتباه بالكسر، وبالتالي الذهاب إلى الأشعة أمر مرتبط بحالة الطوارئ، وبالتالي تم عمل العلاجات المتعلقة بالطوارئ بتجبيس قدم الطفلة. هي تتحدث أيضا عن أنه أنت تحدثت أنه أنظمة وأوراق رسمية فيما يتعلق بالمواعيد الإجرائية والروتينية، لكن الحديث أنه لا كان لابد بطلب الأطباء أنه والله يسوي أشعة. يعني هناك حلقة مفقودة، أنتم عملتوا تحقيق طيب مع البلاغ اللي جاكم أستاذ عبد الرحمن؟ يعني لما رفعت الاتصال وبلغت على الرقم اللي هي والد طفلة، بحثتم في الكاميرات في التعامل؟ لأنه إحنا نتحدث عن خدمة الآن، سؤال حول الخدمة وسؤال حتى حول الرعاية المقدمة للمرضى. تفضل. جميل. بالنسبة للبلاغ إلى تقريبا صباح اليوم بحثنا في بلاغات 937
ما وجدنا أي بلاغ. طبعا هو طبعا كان يوم سبت الموضوع ده، فإلى الآن ما لقينا أي بلاغ. طبعا أنا يعني في الخبر أنت يمكن قريته، هي مقالة مكتوبة في عكاظ شرحت القصة. تفضل. بأن لا، في صحيفة أخرى بأن الموظف رفض دخوله رغم جميع الإثباتات. طبعا الخبر لم يذكر بأنه تم دخول الحالة للطوارئ بدون إثبات طبعا، وإحالتها للأشعة بعد الفرز الطبي لها أنها حالة غير طارئة. طبعا الواضح من الخبر للقراء أن المستشفى لم يقم بأي إجراء طبي للحالة. طبعا هذا يسيء لمستشفى أو صرح طبي الدولة أنفقت عليه الملايين لخدمة المواطن والمقيم. طبعا هذا طبعا تجني أنا أعتبره على المنشأة والكوادر الفنية وعملهم الدؤوب في إنقاذ حياة المرضى. طبعا الطفلة تم استقبالها، تقديم الخدمة الطبية لها، راجعت في العيادات بعد تقريبا 10 أيام من دخولها، موضوعها كدمة طبعا في الملف الطبي كدمة، وتم عمل تجبير مو تجبير تقريبا مستلزمات طبية في خلف القدم للطفلة. طبعا جاءت الطفلة في العيادة، اطمنوا عليها، سووا الأشعة الطبية لها مرة أخرى للاطمئنان عليها. يعني هذا كله لم يذكر في الصحيفة طبعا في المقالة المكتوبة. شباب أعطوني المقالة بس بالتفصيل يا شباب، مرجعيتها الصحيفة على أساس أنه حتى لو نفتح نقاش بشكل أوسع وأنه يكون هناك حضور لطبعا وجود المعلومات، والآن أساسا موجودة والدة الطفلة. طيب أستاذ عبد الرحمن. نعم. أنت تتحدث أنه ما في بلاغ قدمتها والدة الطفلة إلى اليوم الصباح. طبعا أنا مكلموني خلال أقل من 24 ساعة يعني هذه المعلومات اللي جمعتها عن الحالة. وطبعا إلى الآن طبعا أرسلنا خطاب إدارة المستشفى في الاستفسار عن البلاغات، استفسار عن الأدوية التي أعطيت للطفلة، الخدمات الطبية التي قدمت لها. فالآن طبعا هذه كبداية للوضع ذا، وطبعا احنا في طور التحقيق في هذا الموضوع. للتصحيح المقالة من صحيفة مكة. أم هالة، البلاغ قدمتي، تتحدثت قبل شوي انك اتصلتي على رقم الطوارئ، قدمتي اخذت رقم البلاغ، ايش قالوا لك في وقت الاتصال وانت تقدمين شكواك؟ والله شوف انا ساعتها كنت متوتر، انا ناسي، بس انه انا كلمتهم لما بلغتهم زي ما قلت لك، قلت لهم قالوا لي تبغى تقدمي شكوى، قلت انا ما ابغى اقدم شكوى، انا ابغى حل مشكلتي، ابغى بنتي تدخل بس. لا ابغى اقدم، انا مني جايه عشان خاطر اسوي مشاكل، انا ابغاكم تسعفوا بنتي. بعدين يعني هي فيها كدمة أو ما فيها كدمة، إحنا ما بنتكلم على موضوع يعني إصابة بنتي، إحنا بنتكلم على إنه هم رفضوا يدخلوها، رفضوا يدخلوها، هذا اللي أنا جاي عشانه. إيه لا بس عشان تتضح الصورة أم هالة، يعني فيما يتعلق بالموضوع، إذا كانت حالة طوارئ تدخل بدون أي إثبات. أيوة طيب إحنا ما كنا ندري إنها كدمة أو كسر، إحنا ما ندري، هي حالة طوارئ. حتى لو ما كنا نعلم، لكن كانت مصنفة حالة طوارئ. أيوة هنا فعلًا يقال يعني إذا كانوا والله الأشعة في اشتباه والله كسر يحقلها بدون، لكن هم يتحدثون الصحة إنه لا الطبيب كشف عليها وراء إن حالتها كدمة بسيطة فقط لإجراء المزيد من الفحوصات والتطمر وبالتالي فتح محل ملف ومواعيد متقدمة. يعني الحديث عن موضوع اعتيادي وروتيني لرعاية صحية وليست حالة طوارئ. إذا كانت حالة طوارئ هنا أخفاق من قبل المستشفى والجهة، إذا كان أمر آخر فهي إجراءات روتينية. لا يعني هنا كانت حالة طوارئ، كانت حالة طوارئ وكانت تتألم ورجلها منفوخة، والدكتور قال لي اشتباه كسر ولازم إنها تدخل تعمل أشعة عشان تتأكد، ولما طلعت قالوا لي فيها كسرين، هذا اللي قالوا لي إياه. جيد، أنت تعتقدين الآن أنه تعرضت لمعاملة غير جيدة من الناحية الإدارية، وأثنيت أنت على الكادر الطبي. أي لا، الكادر الطبي جدا رائع، جدا جدا كان متعاون ويهدي على بنتي لأنها كانت تبكي، نفسيتها تعبت، بتقول ليه أنا بالذات اللي ما هم راضين يدخلوني. طبعا نفسيتها جدا تعبانة، أنا ما كنت يعني موضح لبنتي أنه عندها يعني مشكلة يعني اجتماعية، دحين نفسيتها مرة تعبانة تقول ليه ما يستقبلوني، يعني ليه عملوني كده يا ماما كأني مجرمة، إيش صاير، هي بنت صغيرة ما هي فاهمة الموضوع. طيب أستاذ عبد الرحمن، بتحققون في الموضوع في الجانب الإداري إذا كان فعلا يعني أم هالة تبحث عن رد الاعتبار، وحديثها أيضا أنه والله الأطباء يتحدثون أن حالة طوارئ وللتأكد والفحوصات، وأنه في النهاية تلقت معاملة غير جيدة خصوصا فيما يتعلق بالرعاية الصحية. الآن هذه الشكوى على الهواء، تفضل تعاملكم المستقبلي مع هذه الشكوى. طبعا
طبعا أخي الكريم، عند تقديم أي بلاغ للرقم 937 ترسل رسالة نصية للمبلغ بها رقم طلب البلاغ. يا ريت تزودك برقم طلب البلاغ ده حتى يعني نشوف. هي تحدثت أنها كانت اتصلت ولكن لم تقدم الشكوى، بس أنتم مش المفروض أنه أي اتصال يوثق هذا البلاغ برضو من الصحة؟ يعني برضو ما نلوم إحنا الناس أنهم يتبعون الإجراءات القانونية بحذافيرها، يعني مو كل الناس حتملك بكل تأكيد هذا الوعي القانوني بتبليغ البلاغات وأيضا استحقاق الحقوق. بالتالي مش المفترض من الموظف أيضا اللي والله تم الاتصال به أنه يتعامل بجدية مع هذا الاتصال ويعتبره بلاغ؟ يعني هذا في نظام الخط الساخن فيما يتعلق بالشكاوى بالنسبه لكم في وزاره الصحه. فعلا الموظف مرعاة لحاله الطفله، فتح الملف وحوله على الاشعه طبعا برقم، طبعا موجود في الملف برقم هويه غير واضح اللي هو كرت العائله. طبعا صحه جده حريصه على تقديم الخدمات الصحيه للجميع على حد سواء بدون استثناء. طبعا هذه الحالة طبعا إذا كان هناك أي شكوى على 937 يا ريت ترسل لنا بس طلب البلاغ، نوعدها إحنا حنتواصل معها نشوف إيش وضعها الصحي يعني أي خدمة تحتاجها. طبعا المستشفيات ما فتحت إلا للمواطن والمقيم وخدمتهم بالتأكيد على أكمل وجه. هذا اللي نأمل. عموما شكرا جزيلا لخروجك معنا للتوضيحات ورأي وزارة الصحة في هذه الإشكالية، خصوصا فيما يتعلق بالمقالة اللي استعرضت هذه الحالة في صحيفة مكة بكل تأكيد، وأيضا الحديث عن وجود أم الطفلة اللي تتحدث عن عدد من الإشكاليات فيما يتعلق باستقبال حالة ابنتها، سواء في الجوانب الإدارية في المستشفى وعدم التفاعل بشكل كبير مع حالة الطوارئ. أم هالة، الحديث أنك ناوية أو لديك نية بتقديم شكوى، الآن يتحدثون الصحة أنهم بانتظار اتصالك على رقم الشكاوى بكل تأكيد لتقديم شكوى على الخلل الإداري أو المعاملة الغير جيدة داخل المستشفى. والله أنا بس حابة أني ألقى مشكلة وحل يعني للحالات اللي نفس حالتي وحالة بنتي، بس هذا اللي أتمنى أنه يعني تشوفوا لي حل، يعني بس انه اقدر ادخل بنتي المستشفى من غير ما اتعرض لموقف زي كذا. طبعا هو المفروض انه ما حد يتعرض لموقف زي كذا في الدوائر الحكوميه في المستشفيات، انه يستقبلوني على طول. مو احنا زي ما نذكر دائما، يعني اخر موقف ذكرناه للصحه والتعامل الاداري الجيد في مستشفى اللي كان في القصيم وجبنا مدير المستشفى، هذا ما يجب ان يكون عليه بكل تاكيد دائما في ما يتعلق بتقديم الخدمه وايضا الرعايه الصحيه. ايضا يجب ان لا يكون هناك تقصير، وعلى المقصر اذا كان هناك تقصير انه ياخذ جزاء. عموما مهالة، يجب انه تقدمين بلاغ على الرقم الموحد فيما تعرضت له، ويوجد كاميرات ويوجد ايضا من هم شهود على هذه الحالة، وبالتالي يتم رد اعتبارك اذا كنت تعرضت لمعاملة غير جيدة من قبل الكادر الاداري. وبكل تأكيد انه تنتظري تفاعل الصحة، اذا ما تفاعل الصحة بكل تأكيد هناك عدد من الطرق ايضا لان تأخذين رد اعتبارك اذا كان هناك فعلا في تقصير من الخدمة التي قدمت لك. شكرا جزيلا لك والدة الطفلة ام هالة.